سوق اسكندريه. اولا اسكندريه محافظه كبيره قوي، يعني 5 مليون بني ادم. تاني حاجه احنا الانفراستراكشر بتاعتنا والبنيه التحتيه بتاعتنا هي ناس تبقى معاها سمارت فون، تمام؟ فبرضه اسكندريه الانتشار بتاع السمارت فون فيها فوق 50%، في بيئه ملائمه. اللي مخليها ملائمه اكتر انها التشاركي ان هي اسكندريه زحمه جدا جدا، والاصعب بقى ان اماكن الركنه فيها صعبه جدا، وخصوصا في شهور الصيف. وفي العادي برضه صعبه، لو حد فيكم بيروح اسكندريه في الشتاء الركنه مستحيله، يعني في مشكله ركنه. فعشان كده ناس كتيره بتسيب العربيات بتاعتها وتعتمد على النقل التشاركي. عشان كده هو سوق واعد جدا في اسكندريه، سوق حقيقي واعد يعني مش هزار. ف وهو تاني سوق لينا، يمكن تاني هنا عشان هي تاني مدينه، بس هو لا لسه فيه بوتنشال كبير قوي، لسه فيه فرص رهيبه. احنا بقى بنقدم ايه هناك؟ احنا بنقدم زي ما قلت لك كده بورتفوليو كامل، من اول العربيه اللي تروح مطار، العربيه توديك زفاف، العربيه اللي تنقلك من اسكندريه للقاهره، والتلاته دول عربيات مخصصه فدول بسعر اعلى شويه، لحد العربيه الاساسيه بتاعتنا اللي هي العربيه العاديه خالص. تحتها بقى لو انت مش قادر تعال روح على سوا، او روح على البايكس. البايكس هناك في اسكندريه لان مشكله الزحمه، اسكندريه في الاخر ممكن تتمشي كلها بس الزحمه بتوقفها، فممكن المشوار اللي تاخده بالعربيه في 20 دقيقه لو انت راكب كريم بعربيه في 20 دقيقه، لو انت راكب بايكس هتاخد 5 دقايق. يعني هناك البايكس الاسرع من هو هناك؟ طبعا البايكس تقريبا داخله على 10% من الحلقه. في فرق المعدلات يعني، في اكيد انتوا حاسبينها كعمليات رحلات يوميه بتتقاس ازاي يعني؟ في ارقام مثلا؟ ما انا اقول لك يعني سوا احنا دلوقتي لسه في اللونشنج فيز اللي هي مرحله الاطلاق، اول حاجه خالص فيها بقى لنا تقريبا شهرين. سوا دلوقتي بتعمل 2.5% من رحلاتنا في اسكندريه، وده رقم نجاح كبير جدا، تمام؟ ان الناس تفكر انها تشارك رحلتها. بس ده معناه ايه؟ ان الناس محتاجه حاجه ارخص شويه، محتاجه حاجه مور افوردبل، حاجه تقدر تدفعها باستمرار. فسوا بتخليك تاخد الخدمه باقل 50% من سعرها، بس ممكن احتمال، في احتمال انك تشاركها مع حد، وفي احتمال لا، يعني انت بتركب وانت مش عارف، بس عارف ان ممكن حد يركب معاك. اشاركها حد اقصى قد ايه؟ كام؟ واحد بس. هم اثنين في حد اقصى، تمام؟ بس ساعتها بتاخدها ب 50% اقل، فبقى وصلت في شهرين ل 2.5%. البايكس احنا بقى هنحتفل في الايام الجايه دي بان احنا بقى لنا سنه مشغلين بايكس في اسكندريه. البايكس في اسكندريه بتعمل 10% من رحلتنا. 10% من اعمالكم في اسكندريه؟ يس. وده رقم عظيم جدا. 10% شهريا من رحلاتنا في اسكندريه بتعمل على البايكس، 10% يوميا يعني، هي يوميا هي. ف 10% يوميا من رحلاتنا بتعمل على بايكس. ودلوقتي عملنا نوعين من البايكس، بايكس وبايكس بلس. بايكس بلس اللي هي سعرها اغلى شويه بس نوع معين من البايكس، اللي هو عايز حاجه بسرعه وكمان تبقى شيك قوي. ومين اللي دي؟ فئه الشباب. والثانيه حاجه مش انا عايز سعر اقل، اقل سعر، ودي تقريبا اقل سعر مواصلات في اسكندريه، حتى اقل من الميكروباصات او نفس سعر الميكروباصات. ومش لازم تبقى شيك قوي، دي اقل برايسنج بوينت عندنا، اقل نقطه سعر عندنا، ودي قد تكون اقل نقطه سعر في اسكندريه.